ومن النادي الاهلي هنروح لاخر اخبار نادي الزمالك. القلعه البيضاء وتحديد فريق الكره الاول من نادي الزمالك استقر مسؤول النادي على تاجيل مفاوضات التجديد مع كل اللاعبين لحين انهاء ملف ازمه القيد، وهي المشكله اكيد اللي بيحاول نادي الزمالك دلوقتي ان هو يحلها، ولتعد الشغل الشاغل فعلا للمجلس خلال الفتره الحاليه، وبيسعى المجلس لحل الازمه دي في اسرع وقت ممكن، حتى بقى يتم الدخول في مفاوضات مع لاعبين جدد وفي المراكز اللي تحتاج تدعيم وضم صفقات جديده لصفوف الفريق في المرحله المقبله. واكيد ده موضوع مهم جدا لمجلس اداره نادي الزمالك ان هو يحل مشكله القيد بشكل تام علشان يقدر ان هو يقيد صفقات، ونادي الزمالك فعلا محتاج صفقات الفترة المقبلة، في بعض النواقص اللي شايفينها في الفريق يقدر ان هو يدعمها في يناير القادم، لكن يحل مشكلة القيد، وده اكيد الشغل اللي شغال عليه دلوقتي مجلس ادارة نادي الزمالك. على صعيد برضو الاستعداد لمواجهة ابو سليم الليبي في الكونفدرالية الافريقية، بيستأنف لاعبي نادي الزمالك تدريباتهم اليوم على ملعب النادي. استعداد لقاء ابو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية، نادي الزمالك هيواجه ابو سليم الليبي يوم 26 نوفمبر الجاي، والمباراه هتكون في استاد برج العرب في اسكندريه، وهتكون دي هي الجوله الاولى من دور المجموعات في كاس الكونفدراليه. وكان كمان الجهاز الفني للفريق الاول لكره قدم نادي الزمالك بقياده معتمد جمال منح اللاعبين راحه كان امبارح من التدريبات الجماعيه، ده كان بعد الفوز على الهلال الليبي 3 اهداف كانت نظيفه، دي كان مباراه وديه قيمت على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله، سجل كمان اهداف نادي الزمالك الوديه كل من يوسف اوباما وسيد عبد الله نيمار والبنيني سامسون اكينول.